مرحبا أصدقائي، بدرس اليوم رح نحكي عن قانون جديد طلع من وزارة الداخلية بتركيا بخصوص الجوالات يلي سعرها تحت الـ200 دولار واللي بيتم استيرادها من برات تركيا، ورح نشوف سوا كيف رح يغلى سعرها عليها إلنا كمستهلكين بالأخير وشو القرار البديل. خليكم معنا لنتعرف على التفاصيل. إذا مثل ما أشرنا بالفيديو، طلع قانون جديد من وزارة التجارة بتركيا بنظم استيراد الجوالات اللي سعرها تحت الـ200 دولار. ما رح نروح على القانون كله، رح نذكر أهم النقاط. أهم النقاط: زادوا الوثائق المطلوبة للحصول على إذن بإدخال الجوالات تحت 200 دولار بدون يصعبوا الموضوع بشكل أو بآخر. مو بس هيك، حصروا الإذن بإدخال الجوالات اللي سعرها تحت 200 دولار بوزارة التجارة حصرا، وعلى أنه يكون مدة صلاحية الإذن والمستندات اللي بتتقدم هي 6 أشهر فقط. النقطة الثالثة، رح يتم تقدير ضرائب الجوالات اللي سعرها تحت 200 دولار أيضا من قبل وزارة التجارة حصرا وليس وفقا لقانون الجمارك. طيب كمحصلة شو رح يصير؟ قال زادوا الأوراق وزادوا القيود، يعني عم يصعبوا الحصول على إذن لإدخال جوالات سعرها تحت الـ200 دولار، وحصروا مدة الأوراق بـ6 أشهر. طيب ليش عملوا كل هالشيء؟ الهدف من ذلك هو حماية المنتج الوطني، بمعنى بدهم يخلونا بشكل أو بآخر إذا بدنا نشتري جوال رخيص نفكر بالبديل الوطني. لما بنحكي عن البديل الوطني فنحن بنقصد جوالات الفيستيل، وبالمناسبة فيستيل بتوفر تشكيلة مقبولة جدا ضمن هاي الفئة السعرية. عم نحكي عن الجوالات اللي هي تبعية الفئة الاقتصادية اللي سعرها تحت الـ200 دولار بتركيا. بتقول لي آخر شيء، أنا كمستهلك شو لازم أعمل؟ كيف لازم أخذ قراري؟ قال إذا بدك تشتري جوال رخيص سعره تحت 1000-1500 ليرة فاشتري صناعة وطنية من ماركة فيستيل. أما الجوالات اللي سعرها فوق الـ200 دولار أساسا ما تغير على وضع شيء، رح تضل تأخذها بنفس السعر. بس اعمل حسابك إذا بدك تشتري جوال رخيص سعره تحت الـ200 دولار مستورد، عم نحكي من ماركات تانية، سامسونج، تشاومي، هالماركات هاي يعني غير الفيستيل، فأنت رح تصير تحط عليه ضرائب أكثر. فإذا مفكر تشتري جوال رخيص فكر بفيستيل. كان هذا كل شيء لدرسنا لليوم، بتمنى تشتركوا بالقناة، تشاركوا هذا الدرس مع أصدقائكم، وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد.